واكتسب. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العب واكتسب. في هذا البرنامج راح نقدموا لكم ألعاب بسيطة وسهلة اللي تقدروا تلعبوها في المنزل أو في المدرسة مع أولادكم بهدف مراجعة مختلف المواد الدراسية. والمادة تاعنا لنهار اليوم هي مادة اللغة العربية. الآن نتعرفوا على ضيفينا لنهار اليوم باش نبدأوا الألعاب مع بعض. مرحبا بكم. مرحبا. 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 تقدروا تعرفونا روحكم؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم، فاسمي أكرم. أكرم شو سنة تقرأ؟ السنة الثانية ابتدائي. السنة الثانية ابتدائي، تفضل. مرحبا، أنا اسمي منصف. منصف وش سنة تقرأ؟ الثانية ابتدائي. السنة الثانية ابتدائي. مرحبا مرحبا بكم معنا منصف وأكرم. إذا ننتقل إلى اللعبة الأولى اللي هي لعبة من الأسرع. في لعبة من الأسرع رايحة نعطيكم أسئلة منصف وأكرم ولازم تجاوبوا بسرعة، تفهمين؟ نعم. اللي جاوب الأول يتقدم إلى الحلقة الأولى حتى نلحقوا للحلقة الأخيرة اللي هي الحلقة الخضراء، تفهمين؟ نعم. إذا رايحة نعطي لكم ضمير ونعطي لكم الفعل ولازم نسندوا الفعل للضمير تاعنا، متفاهمين؟ نعطي لكم مثال، إذا أعطيت لكم الضمير أنت مع الفعل صنع، نقولوا أنت صنعت، أنت صنعت مثلا. خلاص فهمنا اللعبة؟ نعم. نبدأ مع بعض. سهلة. وكو وجدين؟ نعم. هيا نبدأ. لحظة لحظة. حسنا حسنا. نعم. أنت مستعد؟ إذا نبقوا مع الفعل صنع، الضمير هم. صنعتم. هم. 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 هم صنعوا. هم صنعوا. تقدم أكرم. ثم الفعل صنع دائما الضمير أنتن. أنتن صنعتن. أنتن صنعتن. نتقدموا. هيا يا منصف. عندنا الضمير أنا. أنا شو نقوله؟ أنا صنعت. أنا صنعت. أحسنت منصف. ثم عندنا الضمير هي. هي صنعت. هي صنعت. نتقدموا للزوج. الآن نبدلوا الفعل، نروحوا للفعل نجح. الفعل نجح مع الضمير هما للإناث. هما للإناث. قولوا هما. هن نجحنا. هما 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 للإناث. هما البنتان هما نجحا. نجحا 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 مذكر، احنا رانا في المؤنث. نجحتا هما نجحتا. نعطيكم ضمير آخر، الضمير هن للفعل نجح. هن نجحنا. هن نجحنا. أحسنت أكرم. الضمير نحن. نحن نجحنا. نحن نجحنا. أحسنت أكرم. ثم عندنا الضمير أنتم. أنتم نجحتم. أنتم نجحتم. أحسنت أكرم. أحسنتما أكرم ومنصف. إذا ننتقل مع بعض للعبة الثانية أصدقائي اللي هي لعبة أين مكاني. نروح مع بعض لعبة ثانية؟ نعم. مستعدين؟ نعم. هيا نروح لعبة ثانية. العب واكتسب. إذا اللعبة الثانية هي لعبة أين مكاني. في هذه اللعبة رايحين نستعملوا أدوات الاستفهام. أكرم رايحة نعطي لك جمل ولازم تعرف أداة الاستفهام اللي نستعملوها في كل جملة أو في كل سؤال، وكي تعرفها تروح توقف في مكانها. نعم. تفهمين؟ نعم. مستعد أكرم؟ مستعد. يلا نبدأ. نحسبوا له منصف. ثلاثة اثنان واحد. أنا الآن. الجملة الأولى رافقك إلى المدرسة. الإجابة هي أمي. رافقك إلى المدرسة والإجابة هي أمي. ما هي أداة الاستفهام اللي هنا يا أكرم؟ أداة الاستفهام الناقصة. رافقك إلى المدرسة وش نقوله؟ متى رافقك إلى المدرسة؟ الإجابة هي أمي. أصلاً كينا؟
الإجابة هي من. نقول من رافقك إلى المدرسة. نسمعوا مليح السؤال والجواب باش نعرفوا أداة الاستفهام. تغيبت عن المدرسة لأنني كنت مريضا. تغيبت على المدرسة والإجابة هي لأنني كنت مريضا. أحسنت أكرم. لماذا تغيبت عن المدرسة؟ لأنني كنت مريضا. السؤال الثالث، رجعتم من السفر. رجعتم من السفر والإجابة رجعنا بالأمس. أحسنت أكرم. متى رجعتم من السفر؟ رجعنا بالأمس. السؤال الرابع أكرم، اشتريت من المتجر. اشتريت لبنا. اشتريت من المتجر. اشتريت لبنا. أحسنت أكرم. الإجابة هي ماذا. ماذا اشتريت من المتجر؟ اشتريت لبنا. السؤال الأخير، يوما قضيتم في الصحراء. قضينا 5 أيام. قضيتم في الصحراء. قضينا 5 أيام. أداة الاستفهام هي كم. كم يوما قضيتم في الصحراء؟ قضينا 5 أيام. أحسنت أكرم. تفضل معايا. يلا دور منصفك. نحسبونه مع بعض أكرم. 3 2 1. والسؤال الأول هو، ارتديت معطفك. الإجابة لأنني أحسست بالبرد. ارتديت معطفك لأنني أحسست بالبرد. إذن منصف أداة الاستفهام. أداة الاستفهام هنا هي لماذا. نقول لماذا ارتديت معطفك؟ لأنني أحسست بالبرد. معليش ننتقل للسؤال الثاني ياك منصف. السؤال الثاني يقول، وجدت في العلية، في العلبة. وجدت في العلبة. وجدت هدية. وجدت في العلبة. وجدت هدية. أحسنت منصف. الإجابة هي ماذا. السؤال الثالث يقول، ينطلق القطار. ينطلق على 10. ينطلق القطار. ينطلق على 10. أحسنت منصف. الإجابة هي متى. متى ينطلق القطار؟ ينطلق على 10. والسؤال الأخير يقول، السؤال الرابع عفوا، يقول، وجدتم في المحفظة الضائعة. السؤال يقول، وجدتم المحفظة الضائعة على المكتب. وجدتم المحفظة الضائعة. وجدناها على المكتب. ما هي أداة الاستفهام؟ منصف. أداة الاستفهام هنا هي أين. أين وجدتم المحفظة الضائعة؟ وجدناها على المكتب. السؤال الأخير يقول، دينارا لديك. أحسنت منصف. السؤال الأخير هو كم. كم دينارا لديك؟ لدي 100 دينار. إذن كانت هذه اللعبة الثانية. ننتقل مع بعض إلى اللعبة الثالثة. إذن أصدقائي ننتقل مع بعض مع منصف وأكرم إلى اللعبة الثالثة اللي هي لعبة ماذا أختار. في هذه اللعبة راح نبدأ مع منصف. منصف أمامك كاين 3 جمل، في كل جملة هنالك كلمة زائدة. راح نلقاو الكلمة الزائدة ونجبدوها نحطوها بجه ياك. فهمنا منصف؟ نبدأ نحسبوا له أكرم. 3 2 1. انطلق منصف. الجملة الأولى، ما هي الكلمة الزائدة؟ الكلمة الزائدة هي رائع. أحسنت. نحطوها بجه، نحطوها منا منصف، نحطوها لها وحدها، نحطوها وحدها، زيد لناها وحدها. أها. إذن الجملة الأولى ما أروع النجاح. ننتقل للجملة الثانية. يلا منصف الجملة الثانية. انظر إلى
ما هي الكلمة الزائدة هنا منصف؟ انظر إلى هذه أو هؤلاء الرجال. نعم، الكلمة الزائدة هي هذه، نحطها في الطرف، نحطها في الطرف. إذا جملة انظر إلى هؤلاء الرجال. ننتقل للجملة الثالثة. يلا منصف الجملة الثالثة. أحسنت، الكلمة الزائدة هنا هي من، أين تقضي عطلتك؟ أحسنت منصف. إذا كانت هذه الجزء الأول مع منصف، ننتقل الآن إلى أكرم. العب واكتسب. إذا نكمل لعبة ماذا أختار مع أكرم. أكرم، كما دار منصف عندك ثلاث جمل، في كل جملة كاين كلمة زائدة نحوها ونحطوها في الطرف، ياك أكرم؟ هيا نحسبوا له منصف. ثلاثة، اثنان، واحد، انطلق أكرم. الجملة الأولى أكرم، ما هي الكلمة الزائدة؟ أحسنت، الكلمة الزائدة هي أيها، يا عمر اجتهد. الجملة الثانية الآن، الجملة الثانية ما هي الكلمة الزائدة؟ كبير، أحسنت أكرم. ما أكبر هذا البيت؟ والجملة الثالثة والأخيرة أكرم، الكلمة الزائدة القارورة مملوءة، القارورة مملوءة بالماء، مملوء بالماء، مملوء بالماء، القارورة مملوء بالماء، مملوءة بالماء أكرم. جملة الكلمة الزائدة هنا هي مملوء، ياك أكرم؟ نعم. معليش. إذا كانت هذه اللعبة الثالثة لنهار اليوم، يلا ننتقل مع بعض للعبة الرابعة والأخيرة. العب واكتسب. والآن اللعبة الرابعة أصدقائي اللي هي لعبة أنا أنتج. في هذه اللعبة منصف وأكرم راح نعطي لكم كلمات، كل كلمة حتى تستخدموها في جملة. متفاهمين؟ نعم. مستعدين؟ نعم. هيا يلا تبدأ معنا أكرم. مستعد أكرم؟ مستعد. إذا أكرم، الكلمة الأولى هي الحديقة، جملة باستعمال كلمة الحديقة. الحديقة رائعة. ننتظر الدور تاعنا، ياك منصف؟ هيا أكرم، الحديقة. الحديقة جميلة. أحسنت أكرم، الحديقة جميلة. منصف، الكلمة هي الطريق. هذا الطريق واسع. أحسنت منصف، هذا الطريق واسع. أكرم، الكلمة هي الثمار. ما أطيب الثمار. ما أطيب الثمار، أحسنت أكرم. منصف، الممرضة. الممرضة. الممرضة تعرف كيف تعالج الآخرين. أحسنت، الممرضة تعالج الآخرين. أكرم، كلمة الملعب. ما أروع الملعب. ما أروع الملعب. منصف، كلمة الساحة. هذه الساحة واسعة. أحسنت، هذه الساحة واسعة. أكرم، الغذاء الصحي. الغذاء الصحي مفيد. أحسنت أكرم. منصف، الكلمة الأخيرة هي كلمة النظافة. هذه النظافة، النظافة من الإيمان ووسخ من الشيطان. أحسنت، النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. إذا شكرا منصف وأكرم على نهار اليوم. والآن أصدقائي راح ننتقل مع بعض للنتائج. العب واكتسب. إذا أصدقائي بعد ما لعبنا واستمتعنا مع منصف وأكرم، حان الوقت لإعلان النتائج. بالنسبة لمنصف النتيجة كانت 12 نقطة، أحسنت منصف. أما أكرم فالنتيجة تاعو كانت 16 نقطة، أحسنت أكرم. إذا منصف شكرا على اللعب معنا. أكرم شكرا أكرم. قبل ما نكملوا نعطيكم كلمة. منصف
عندك كلمة وش حكينا على التجربة تاعك لنهار اليوم؟ أكرم تعطينا كلمة، كيفاش كانت التجربة لنهار اليوم؟ كانت أروع تجربة أراها في حياتي. أظن أنني لم أنقطع عن هذه الذكرى مرات أخرى. حسن شكرا أكرم. أكرم لمن تهدي التحية؟ هذه التحية لأمي. نحيوها ربي يحفظها إن شاء الله. منصف لمن تهدي تحيتك؟ أهدي التحية لأبي. إذن أصدقائي كانت هذه الحلقة تاعنا لنهار اليوم، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. يلا سلام، قول لهم باي باي. وداعا. العب وابتسم.